بعد التنمية المستدامة لدينا جائزة التنمية والأثر الاجتماعي، ويقدمها سياسي يتحدر من عائلة عريقة في السياسة كانت له محطات في الدفاع عن الحقوق المكتسبة ومنها التنمية. هو ابن هذه المنطقة ويدرك جيداً مفاعيل الخدمات التنموية في صحة المجتمع. أدعو الوزير والنائب السابق الشيخ فريد هيكل الخازن لتسليم هذه الجائزة. مساء الخير. للتنمية الاجتماعية مقياس خاص، فكيف إن استهدفت أكبر مناطق الحرمان في لبنان؟ صورة جديدة عن عكار، تسويق للسياحة الطبيعية والبيئية والفنية والثقافية، إنماء وفرص عمل، إنعاش صيف القبيات. نظراً لحجم المهرجان وأبعاده الاجتماعية والإنمائية، ارتأت لجنة التحكيم دمج فئتين بواحدة لتتلائم مع الجائزة. Rural and Social Impact تمنح هذا العام إلى مهرجان القبيات. ندعو رئيسة لجنة المهرجانات في القبيات السيدة سينتيا حباش لتسلم الجائزة. وتصير عكار منارة الفن والإبداع، منطقة عم تعزف موسيقى الحياة، عم تغني للفرح والأمل، وعم تجمع اللبنانيين مش عم بتفرقهم. مساء الخير. بداية بتوجه بالشكر للفيرست بروتوكول يلي عم بينظم هالحفل ولجنة التحكيم والأستاذ مارون والست فيوليت على خيار تكريم لجنة مهرجانات القبيات لهالسنة. مهرجانات القبيات هي واحدة من مهرجانات عديدة أقيمت صيف 2015، بس تميزت بموقعها ورمزيتها بمنطقة عانت كتير ودفعت أثمان كبيرة من الحرمان والبطالة والشهداء من المؤسسات العسكرية. مهرجانات القبيات يلي اجت بوقتها لتعطي الصورة السياحية والثقافية الحقيقية للقبيات وعكار، حققت نجاح ملفت بأول سنة، وأكد من خلالها الشعب العكاري والقبياتي أنه فعلاً شعب بحب الحياة رغم كل الصعاب. فشكراً للجنة المهرجانات ولأهل القبيات وأهل عكار يلي تعبوا توصلنا لهون، ويلي اختارت Social Economic Award كرمهم الليلة، واسمحوا لي اهدي هالجائزة لهم، وشكراً.